اختتم بمدينة المكلا البرنامج التدريبي لمكاتب التربية والتعليم حول حملات العودة إلى المدارس ضمن مكون تعزيز الحكم المحلي في تعافي التعليم الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع منظمة سول للتنمية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وصدف البرنامج على مدى 5 أيام 120 مشاركاً من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بمكاتب التربية والتعليم بمديريات المكلا والشحر وغيل بوزير وسيئون وتريم والقطن.